كان عيط لي البريزيدون مانجير ديالي وقال لي واش عندك الحب والرغبه باش انك تلعب في الطاس. قلت له راه الطاس فرقه كبيره كما تعرف الجميع. وقلت له لا اكثر لاعبين على لاكاف لاعبين كوب دافريك الحمد لله دوزت ممارسات بزاف في لافريك لعبت بزاف ديال لي ماتش. فكرت قلت ان شاء الله تكون ديك الانطلاقه ديالي. كانوا عندي شي عروض ولكن عروض كما كيقولوها هضره حبر على ورق. وفكرت من دو معايا بريزيدون ديال الفرقه دو معايا وعندهم طموح وعندهم ان شاء الله اوبجيكتيف اللي غادي يكونوا ان شاء الله مزيانين وما باغينش يلعبوا على اي حاجه باغي يلعبوا ان شاء الله على اللي تيتر. وكما شاف جميع الطاس انه ما كانش كيقول بنادم الطاس غير دي كاس العرش. الطاس كتبقى ديما فرقه كبيره وعندها سميه وعندها الهيبه ديالها ومن شحال هادي تقدر وقال انت تفرجتي فيها قبل مني تكون انت اكبر مني في لاج ديالي. سي نورمال عندهم لوبجيكتيف انا عجبوني بالستيل جو ديالهم اللي كياخذوه الستيل جو اللي كنقدر نكون انا نقول لك غنجح فيه ان شاء الله 100%. الطموح ديالي مع اتحاد البيضاوي هو لاكاف هذيك اللي دايره بين عينيا ان شاء الله بغيت ان شاء الله نتوج بها وكاس العرش والشامبيون ان شاء الله وطلوع ان شاء الله البريمير سيري ما كرهتوش ان شاء الله الا كانوا ان شاء الله كانوا الدراري ان شاء الله عازمين وهادي راه غادي ان شاء الله نطلعوا. الحمد لله مستوى الحراس المرمى تطور بزاف ديال الحوايج الحمد لله بداو تيبانوا بزاف ديال الامكانيات انه باش الحراس يتطوروا ولاو دي ماتيريال ولات واحد الخدمه بالعبار ولا مابقاش داك الشيء عشوائي وليتي كتعبر في الماسكراس ديال في الشحمه في بزاف ديال الحوايج مابقاش اي واحد كيجي غادي يلعب فهمتيني لما كانوش فيك واحد ما كنتيش كضرب تماره وما كنتيش كتريني مزيان انا ما غاديش تلعب. والحمد لله راه بدات تيبان كما كتشوف حراس دابا ديال المرمى اغلبيه دابا راه بداو تيبانوا صغار بداو تيلعبوا دراري صغار الحمد لله هذا من فضل الله. الحمد لله خديت الفرصه ديالي الحمد لله انا بالنسبه لي راضي على راسي جوج ديش مع الويد اول ظهور ديالي ديش مع الوداد الشامبيونا الحمد لله ولكن كاين انتقادات وكتبقى هذيك الانتقادات نحترمهم على الراس والعين الجمهور كيما جمهور الوداد كبير كاين اللي كيكون معاك كاين اللي ما كيكون ضدك ويكون منافسه راه كتكون منافسه شريفه واللي كيكون واجد طبيعه الحال تيكون طبيعه الحال تيلعب. احسن لحظه هي التتويج ديالنا بالبحر الابيض المتوسط اللي كان هذيك هي اول ظهور ديالي وكان الحمد لله جينا لقينا في واحد الاستقبال في المطار وهذه ما كناش كنتوقعوه الحمد لله. مع الوداد الحمد لله كما كيعرف جميع اجواء ديال الشامبيونز ليغ اللي بصراحه تتبكيك كتدخل التيران كتبورش بزاف ديال الحوايج. اي واحد كيدوز في مشاكل اي واحد تيدوز في كما كنقولوا في هذيك لاشوت عاريه واش تعرف كيفاش تهز منها. الحمد لله انا كنعترف وما كنخاف انا من حتى واحد الحمد لله تنقول لي فيا كاينين شي حوايج اغلاط درتهم انا باش عاود تقلت راسي
كان كحس الحمد لله لعبت صغير تعطاتني الفرصه صغير كان بامكاني نمشي بعيد مي الحمد لله هذوك المشاكل الا ما وقعوش لك راه ما غاديش تتعلم ما بغيتهمش يوقعوا لي وانا كبير الحمد لله وقعوا لي وانا صغير الحمد لله تعلمت منهم بزاف ديال الحوايج اللي غيخلوني ان شاء الله نبروغريسي غيخلوني نضرب على اكثر على بلاصتي وان شاء الله نعاود نرجع ليكيب ناسيونال حسنا الحمد لله دوزت كاع لي كاتيجوري ديال ليكيب ناسيونال ما بغيت نبقى ان شاء الله ديما في ليكيب ناسيونال.